فؤاد العجم، الحرب على العراق حرب عادلة ونبيلة. دكتور فؤاد، أنت تعتبر الحرب على العراق حرب نبيلة؟ في حرب نبيلة؟ في حرب عادلة، وفي أدب طويل عريض عن ما يسمى بالحرب العادلة. بالإنجليزي بنقولها the just war، إنه في حروب عادلة وفي حروب غير عادلة. أنا استعملت في الـ بس أنت استخدمت نبيلة. right. في فرق بين العادلة والنبيلة. طيب معلش، يمكن في واحد عادل بس مهم نبيل. معك حق، ولكن إذا في ممكن يكون في حرب، يمكن تكون أو أي إنسان أو أي عمل إنساني يمكن يكون نبيل ويمكن يبوء بالفشل. فإذا بتقول إنه في شيء نبيل، مش معناه إنه خلاص هذا مضمون نجاحه. فأنا بنظري، منين جاء النوبل هذا حق الحرب؟ النوبلية تبع الحرب. ايه، النوبل، خلينا نقول انها نبيلة على رأيك. اوكي، منين جت كانت نبيلة هالحرب؟ انا بقول لك كيف كانت نبيلة، وكيف يعني ليش استعملت التعبير هذا. وكان كان في نقاش كما تعرف استاذ داود بالمنتدى على قضية استعمالي كلمة الحرب النبيلة. الحرب النبيلة جت لي انه انا رحت على العراق 3 مرات بعد سقوط النظام الصدامي التكريتي، وقضيت وقت مع الجنود الأمريكيين لأنه أنا مواطن أمريكاني مع أنه ولد في لبنان. يعني هذه مقابلة قبل يمكن 20 سنة لفؤاد عجمي في قناة دبي في برنامج المقال مع زميل داود الشريان. أنا ودي تحدثني عن فؤاد عجمي، أنت عرفته في آخر حياته. نعم. ودي أسمع منك، من هو فؤاد عجمي؟ فؤاد الله يرحمه كان شخصية يعني عجيبة ومتناقضة، فيها تناقضات. يعني هو ولد في لبنان، هو من أصول شيعية ومن أصول ريفية من قرية اسمها أرنون قريبة من الحدود الإسرائيلية. ولد وتربى في لبنان بفقر، يعني عانى كثير هو الصغير. وبعدين حصلت له منحة وراح لأمريكا، وأمريكا فتحت لها أبوابها، وكان متفوق في الدراسة. وبعدين كان عنده أسلوب في الكتابة جميل جدا، كان شاعر باللغة الإنجليزية. يعني كان عروبي، كان متأثر بجمال عبد الناصر في بدايته، وكان حتى يعني يدافع عن القضية الفلسطينية. وفي مقطع في يوتيوب كان هو ونتنياهو وهم صغار السن يعني نسبيا، وكان في صراع بينهم كلامي يعني في موضوع فلسطين. ولكن حصلت، أنا أعتقد أنه حصلت مع فؤاد خيبة أمل في الموضوع العربي، وخاصة بعد حرب 67. وكتب كتاب مهم اسمه The Arab Predicament، المأزق العربي، كتاب جميل جدا ومهم. وتحول من بعدها، يعني صار قريب جدا من بعض اليهود الأمريكان اللي هم صهاينة، وصار يزور إسرائيل. يعني صار تخلى عن يعني مسألة العروبة ومسألة فلسطين، وتصهي يعني الرجل. ولكن عاطفي جدا هو، وكتب عنده عدة كتب مهمة جدا، منها يعني على موضوع الكتب. نعم. يعني خليني أرجع خطوة وأرجع لك الكتاب اللي أنت حتحكي عنه. خلينا نرجع إلى كتاب الإمام الغائب اللي كتبه هو. نعم. عن موسى الصدر. نعم. هل أستطيع أنا أفهم العقلية الشيعية من وجهة نظر أخرى إذا قرأت هذا الكتاب لفؤاد عجمي؟ إيه أكيد. أنا أعتقد الكتاب هذا اللي اسمه في اللغة الإنجليزية The Vanished Imam، عن الإمام موسى الصدر، يعني لفهم تاريخ الشيعة في لبنان وتهميشهم والاضطهاد اللي كانوا هم يعانوا منه والتهميش والفقر اللي كانوا فيه، مش بس لأسباب الدولة اللبنانية، كمان لأنه كان عندهم عائلات إقطاعية كانت متسلطة عليهم. وكانت وهو أتى موسى الصدر ويعني خلصهم من هذا المأزق، من هذا الظلم اللي كانوا عايشين فيه. فهو كان معجب جدا بالإمام موسى الصدر، فؤاد يعني، وكتب كتب بطريقة جميلة ومتعاطفة مع هذا الشخص ومع معاناة المجتمع الشيعي في لبنان. لكن بعد هيمنة حزب الله ما تغير موقف وآراء فؤاد عجمي من هذا الكلام؟ تماماً. أكيد أكيد. يعني هو بالنسبة له أنه وأنا كلمته في هذا الموضوع، أنه بالنسبة له هو أنه حزب الله والامتداد الإيراني هذا في داخل لبنان، وأنه حزب الله جزء من الحرس الثوري الإيراني، ما هو يعني كيان لبناني، هو بيشوفه ككيان
إيراني داخل يعني كان خارجي داخل لبنان، يعني جسم غريب على 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 لبنان، والهيمنة على الشيعة والقمع اللي هم بيمارسوه مع الشيعة كان هو ضده تماما، ضد أفكار حزب الله. وكان يعتقد أنه حزب الله يعني حالة استثنائية في تاريخ لبنان، يعني ما تمثل طريقة التفكير الشيعي المتسلسلة، يعني نعم. هم حيرجعوا إلى منطقة أخرى حسب كتاباتهم. إيه أنه بيرجعوا إلى ما بيرجعوا للضعف والإهانة اللي كانوا عايشينها، ولكن سياستهم اللي هي دائما كانت بتهادن السنة والمسيحيين وكذا في لبنان بيرجعوا لها، وما بيرجعوا بيحاولوا أنه يسيطروا على البلد مثل ما هم مسيطرين عليه الآن. أيضا فؤاد عجمي حاول يكتب عن السعودية، نعم، كتاب عن السعودية، نعم، وزار السعودية مرارا يعني، بس كان يعترف أنه ما هو خبير في السعودية وكتب يعني هو غريب كتب الكتاب، ايه؟ بس بتواضع يعني. يعني خليني أسأل سؤال بطريقة ثانية، هل فؤاد عجمي لم يفهم السعودية؟ لم يستطع فهم السعودية؟ لا فهمها، بس ما يعني كأي مجتمع، إذا يعني هو كان فاهم لبنان تماما لأنه مؤرخ لبنان، كان يفهم سوريا كمان، عنده كتاب جميل جدا عن سوريا اللي في آخر حياته، نعم في آخر حياته، بس كان عارف قدراته وكان متواضع أنه يفهم أنه هذا البلد السعودية يعني المملكة بلد فيه ثقافة ثرية ومعقدة، الفرق بين المناطقية الهويات المناطقية بين البدو والحضر، يعني تاريخ ثري جدا، وهو ما أعطاه حقه يعني في الوقت وفي الدراسة، فكتب الكتاب هذا، وكتاب متعاطف جدا وجميل عن المملكة، وإنما يعني ما هو متعمق يعني.